اهلا بحضراتكم في كل مكان. طبعا كلنا بنشوف ان كل يوم في تطور جديد في التكنولوجيا، خصوصا التكنولوجيا الخاصة بالذكاء الاصطناعي. كل يوم بنسمع حاجة جديدة بيعملها الذكاء الاصطناعي. واضح انه المجال ده بيكبر يوم عن يوم وبشكل سريع جدا الحقيقة، وسط كل التطور اللي بيحصل ده. لكن دايما بيبقى في سؤال مهم جوانا كلنا، هل هيكون في ضوابط تحكم هذا الموضوع؟ هل هيكون في ضوابط لحماية البشر من التصاعد الكبير اللي بيحصل في استخدام الذكاء الاصطناعي؟ وهل اصلا في امكانيه لتحقيق هذه الضوابط، ويعني في اطار انه يكون في اخلاقيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي؟ هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل. بتشرفنا في هذه الفقره استاذه دكتوره نيفين مكرم لبيب، استاذ علوم الحاسب ونظم المعلومات، نائب رئيس الجمعيه المصريه لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورني. اهلا بيك حبيبتي، منوره الدنيا يا دكتور. سي جدا. انا عايز اسال حضرتك سؤال بسيط وسهل خالص، كيف يمكن للعالم ضبط استخدام الذكاء الاصطناعي؟ بص سهل ازاي؟ سهل جدا. لا، هي الفكره كلها انه العالم كله عمال بيتكلم على التحدي ده تحدي رئيسي. يعني احنا كنا لسه قريب في مؤتمر في سويسرا، وكان ده برضو الحديث بتاعنا. كنا بنتكلم انه في تطبيقات مختلفه، لكن كل ما نيجي نطبق يقول لك انه عندك تحدي قوي جدا. هل هنقدر نتحكم؟ هل هنقدر نوقف ان هو يكون بيضر البشريه؟ هل في طريقه لايجاد اخلاقيات للنظم الخاصه بالذكاء الاصطناعي؟ لانه مع ان هو متقدم جدا 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 وله فوائد عديده، لكن عندنا اشكاليه قويه ان هو ما عندوش قيم. ما لقيناش اليه لغايه النهارده، انا بتكلم على مستوى العالم، ان احنا نقدر ننقل القيم والاخلاقيات للنظم دي، وبالتالي هي بتفكر وبتبدع وبتبتكر بس بعيد عن الاخلاقيات بتاعتنا. فلما انا دلوقتي مكنتها وبقت هي اللي بتاخد القرار في مجالات كتيره جدا، انا وحضرتك ما عندناش اي ضمان ان القرار ده يكون قرار في اطار اخلاقي. اخلاقي طبعا. بس في يعني العالم كله منتبه للموضوع ده، فهتلاقي اغلبيه دول العالم شغاله على الملف ده، ومصر طبعا شغاله برضو على الملف ده. يمكن اللي له باع قوي وعمل شغل جامد جدا هو الاتحاد الاوروبي. اشتغل على ميثاق بيحاول بيه، بس ده ميثاق اخلاقي، لكن هو حط بعض الضوابط وحط بعض الغرامات او العقوبات خلينا نقول على الشركات اللي هي هتبقى بتطور برامج او اي اليات او اي نظم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكون ليها اي ضرر او بتسبب اي مخاطر للبشريه. فهم قسموا البرامج والاليات لاربع تقسيمات، وحطوا عقوبات للي هيخالف، وما زالوا شغالين بقوه في الملف. نوعيه المخالفات ايه اللي بيشتغلوا عليها اكتر؟ ما هو دلوقتي الفكره كلها، فكري انه كانك جايبه حد بيساعدك او بيشتغل معاكي. الشخص ده فكري فيه كشخص، لان هو دلوقتي بقى حد بيساعدنا. انا مش بحب افكر كتهديد، بقول انه ممكن يكون بيسندنا او بيساعدنا في شغل. ده كان الاساس اصلا في الموضوع، ده كان الاساس، بس احنا اللي مكناه. يعني لو شفتي التطور بالمناسبه، والضوابط مختلفه برضه يا دكتور، يعني اخلاقيات المجتمعات مختلفه ومتباينه. بس هي ممكن الفكره هم يفرضوا علينا اخلاقيات معناها هي مش، هو ما عندوش اخلاقيات حضرتك عشان يفرضها عليك. لا انا قصدي الضوابط اللي هم عاملينها. الضوابط دي طبعا نقطه مهمه، عشان كده هتلاقي ان كل دوله شغاله على الملف لوحدها. ممكن الاتحاد الاوروبي لانه هو يعتبر ثقافه واحده لحد كبير يعني، فعامل ميثاق واحد. مصر عامله ميثاق الذكاء الاصطناعي المسؤول بالمناسبه، وبتتكلم فيه انه البشريه كمقصد. يعني زي ما حضرتك قلتي انه احنا لما ابتدينا الذكاء الاصطناعي، بالمناسبه هو مش جديد، احنا بنتكلم في 1950. ياه. بس هو ظهرت اهميته ان هو مش رفاهيه مع جائحه كورونا. كان الوقت الرهيب بالنسبه لنا وقتها تطور إن بقى اللي حصل. لا، ما هو مش دي الاليه، هو في الحياه العامه بقى كمان. الحياه العامه بقت انا مش قادره انزل اقابل حضرتك، فمحتاجه بديل. حضرتك محتاجه تقومي بشغلك، محتاجه بدائل مختلفه. عشان كده كان في تطور في الذكاء عشان الاصطناعي كده كان في الفتره دي، مش بس تطور، كان في انه الناس التجأت ليه، لانه ما اصبحش رفاهيه. زمان في التسعينات لما كنا بندرس الكلام ده وكنا بنشتغل عليه وبنطلع برامج واليات، كانوا بيبصوا لنا على اننا بنعمل حاجه فيها رفاهيه او سحر وشعوذه. مين هيستخدمه؟ لا، مين هيستخدم وانتوا بتحكوا في ايه؟ مين اللي هيجي بديل؟ لا، حضرتك هيجي بديل. كانوا بيقولوا لنا انتوا بتشتغلوا في معامل ومش عارفين حاجه. لكن مع جائحه كورونا اضطرت الناس انها تلجأ له،
وابتدوا ياخدوا بالهم ان هم عشان يلجأوا له، ودي المعادلة الصعبة، ان انا همكن حضرتك من اتخاذ قرار. طب هل انا عندي ثقة يعني في الطريقة اللي حضرتك هتاخدي بيها القرار؟ هي دي الإشكالية الكبيرة. فأي حاجة هتضر الإنسان غير مسموح بيها. ممكن ده الحاجة اللي ممكن نقول لما بنقرأ الميثاق في دول مختلفة، إنه دي الحاجة المتفق عليها، بغض النظر طبعا في الإطار الأخلاقي بيختلف على حسب الثقافة وعلى حسب حاجات كتيرة. يعني تنشئة. في قوانين اوريدي سنت لداون يا دكتورة مثلا، خلينا بعض البلاد أو عندنا خلينا نقول ما هواش قانون، ودي يمكن الحته اللي بنتكلم فيها. طول ما احنا بنتكلم في ميثاق اخلاقي وما فيش طريقه الزم حضرتك بيها، طول ما في حته برضو ناقصه. يعني احنا محتاجين نتحول بقى على ارض الواقع في كل حته، مفروض خلاص في كل حته. في مجال الاعلام، في مجال التدريس، في مجال الطب، الصناعه، يعني في كل شيء. في الطب من اقوى الحاجات، لان طبعا بدايته كان الطب. لكن هي الفكره كلها مش كده، الفكره كلها انه انا عايزه الزم حضرتك. انا مش عايزه بس اقول لحضرتك خدي بالك في اخلاقيات للمهنه، ما حضرتك عارفه. صح. ماذا لو تمت المخالفه؟ طب ازاي الميثاق ده يكون الزام؟ ان احنا نحوله بدل ما هو يكون اخلاقي ان يكون قانوني. قانوني. محتاجين اطار قانوني، ومحتاجين نشتغل عليه على مستوى العالم. يعني احنا حتى على مستوى الدول العربيه في عندنا استراتيجيه الذكاء الاصطناعي على مستوى الدول العربية اللي أطلقتها جامعة الدول العربية. طب إحنا عايزين يبقى فيها جزء له علاقة بإن إحنا يبقى فيه أخلاقيات متفق عليها زي ما الاتحاد الأوروبي عمل. ده حلم عندنا يعني عمين نشتغل عليه. وإنه يتحول من إطار أخلاقي لإطار قانوني. إطار قانوني ملزم بمحكمة هتعاقب. بس حتة شائكة، لأنه يعني أكيد حضراتكم سمعتوا السنة اللي فاتت عن الروبوتات اللي هجمت ناس. يعني في روبوت هجم مهندس وقتله أو تسبب في موته. يعني من هو المخطئ؟ أيوة. دي الإشكالية اللي عندنا، هل حصل خطأ ولا هو بما أنه بيعلم نفسه؟ ما هو حضرتك هو بيعلم نفسه. فهل هترجع بالخطأ على الشركة المنتجة ولا على التطور اللي حضرتك أنشأته؟ ما احنا اللي عملنا التطور ده من تعلم آلة وتعلم عميق، احنا يعني احنا متسببين في الجزء ده، ولا ايه اللي حصل؟ الناس مش قادرة برضو تحط قانون عشان تعاقب. بس ده شيء مرعب يا دكتور، يعني جدا. تخيلي كده ممكن يبقى على كوكب الارض. الفيديو اللي كان منتشر من فترة لروبوت انتحر. يعني تصرفات مش محكومة برضو خالص. وهل ممكن يجي علينا وقت إن اللي يسيطر على الكوكب ده هو الروبوتس بس؟ يعني خلينا نقول إن في سيناريوهات مطروحة، في سيناريوهات متفائلة. أنا باخد الجزء المتفائل. إن إحنا هنقدر نستخدمه كمساعد لينا، كمنافس مش كمهدد. وفي سيناريوهات أخرى إنه ممكن يتقلب على البشر، وإن هو عايز يبيد البشر. وفي احصائيات ودراسات كتيره قوي بتقول انه مع بدايه 2030 ممكن نلاقي مجموعه كبيره جدا من القيادات تكون روبوتات، وخوفنا منهم هو انه بياخد القرار بدون الرجوع لاي حاجه اخلاقيه. يعني انا وحضراتكم اتخلقنا عندنا ضمير، بعد كده تعلمنا بقى عندنا دين، عندنا ايمان، عندنا اخلاقيات، اللي هو الحس البشري، وعندنا ابداع. يا دكتور هل الذكاء الاصطناعي ده هو بيلغي فكرة الإبداع أصلاً؟ لا، الجملة دي بتتقال كتير جدا، دي جملة شائعة جدا. بس هي مش دقيقة. هو بيساعد حضرتك على الإبداع. يعني التولز اللي لكن هو مش مبدع، هو نفسه هو مبدع مع الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو طلع منه الشات جي بي تي. حضرتك بتتكلمي على موضوع تاني خالص. الشات جي بي تي ده طفرة مختلفة. هو ده التطور، ذكاء اصطناعي 1950. بعد كده تحت الامبريلا بتاعته ابتدينا نتكلم على تعلم الاله. يعني انا وحضرتك اتحنا ان هو يتعلم بدون الاحتياج للرجوع الى المبرمج، ودي اللي كانت طفره قويه جدا احنا اللي عملناها، الناس اللي بتشتغل في المجال. وبعد كده عملنا التعلم العميق، نوع من المحاكاه للشكل التشريحي للمخ بدون الدخول في حاجات تقنيه يعني. وبعدين الذكاء الاصطناعي التوليدي. توليدي يعني فيه قدره ان هو يطلع افكار جديده. يعني حضرتك مثلا عايز تعملي عنوان جذاب للحلقه الجميله دي، فحضرتك هتدخلي الموضوع وتقولي له ايه رايك، اقترح عليا عنوان يكون اتراكتيف. طيب تقدر تعمل ايه تاني؟ يقدر يعمل لك موسيقى، يقدر يالف قصه. تاني ندخل في حتت فيها ابداع
يعني بتدخلي له البيانات وتطلبي اللي انت عايزاه. بس هو بيشتغل عليها جامد قوي، لان هو ولا بيتعب ولا بيصبر ولا عنده مشاكل. هو رايق يعني. ما عندوش اقساط. ما دي اهم حاجه حضرتك. يعني في بعض من الناس بيبقوا متخوفين ان ده هياخد اماكن بشر فيما بعد، وهم يعني هيتركنوا زي ما اتعمل الثوره الصناعيه اللي المكنه هي اللي اخذت دور اليد العامله يعني. فهل ده هيحصل ولا هل ده ولا لازم احنا نواكب الحياه علشان نبقى موجودين؟ طب خلينا، بما انه البرنامج ده بيحترم عقليه المشاهد جدا، طبعا في مهن هتختفي. انا اعتقد انه اساسا هو ابتدى يستخدم بهذا الشكل بالظبط مكان البشر يعني. بس على فكره هو المقصد خير. لانه انتاجيه اعلى. يعني انا بقول لهم انا في شغلي دلوقتي، واعتقد كمان المجال جديد وبيتيح فرص عمل تانية مختلفه. بالظبط كده يعني. شكرا جزيلا لحضرتك. اخيرا حد قال الجمله دي، انه ممكن يكون قفل او لغى شغل كتير بس فتح شغل طبعا اكتر. طب انا بقى عايز استغل النقطه دي يا دكتور، احنا خلاص يعني ثانويه عامه ان شاء الله يخلصوا على خير يا رب. التفكير التقليدي اللي لسه اولياء الامور بيفكروه، واحنا لسه يعني احنا في قناه مدرستنا، فيهمنا جدا ان احنا نتكلم عن التعليم الخاص بالذكاء الاصطناعي واهميه ده للمستقبل، وانه ما تبقاش كل افكارنا نمطيه زي ما اتربينا عايزين ولادنا يطلعوا. يعني تقولي ايه لاولياء الامور وللطلبه فيما يخص دراسه الذكاء الاصطناعي في المرحله ما بعد الثانويه العامه؟ اقول لهم يعملوا حاجه اذكى من كده، يلجأوا للبرامج اللي هتساعدهم ان هم يشوفوا ايه احسن حاجه او انسب حاجه يدرسوها. يعني في برامج كتيره جدا اسمها اداره مواهب، البرامج دي موجوده فري، ممكن الواحد يدخل يرد على اسئله كتيره، وبالتالي بيدي لحضرتك او بيدي للطالب، لان الطالب بيبقى متحير جدا مش عارف يعمل ايه، هو ولي الامر بالمناسبه يعني. وهيبقى مميز في ايه ما يعرفش. بالظبط، هو كل واحد فينا يعني ربنا خلقه باستعدادات رائعه جدا بس محتاج يعرفها. البرامج دي بتعرف حضرتك على ايه نقط القوه اللي عندك، وبالتالي حضرتك مثلا زي هنا كاعلاميه هتبقي ناجحه جدا. هي دي الفكره، ان انا اوجه حضرتك للمجال اللي بعد كده المستقبل والكارير يبقى بيبسطك. يعني دايما لما حد بيجي يسالني ندخل انهي كليه، اقول له انت بتحب ايه؟ يقول لي لا يعني انا هعرف اعمل ايه. ممكن اصلا يكون مش عارف هو بيحب ما هو ايه، ما بيبقاش عارف. في حاجه اسمها البرامج دي بتساعده بتوجهه بالظبط، ادفايزري سيستم، خلال الاجابه مثلا على شويه اسئله او كده. بالظبط زي ما حضرتك بتقولي، في حضرتك بتجاوبي على بعض الاسئله، والاسئله دي بتقول لحضرتك انسب حاجه مثلا تشتغلي فيها الاعلام، السيلز، التدريس. لانه ممكن تكوني حضرتك شاطره جدا جدا بس ده مجال مش مناسب ليكي. صح. يعني مش هتحبيه او مش هتبدعي فيه، خلينا نرجع لكلمه الابداع. فالبرامج دي بتدي هنت كده للناس، هو انت رايح على فين، ممكن تدرس ايه، خاصه انه الذكاء الاصطناعي حاليا وفي مصر موجود في كل الكليات. يعني احنا عندنا توجه رائع في التعليم، ما بقاش عندنا كليات، بقى عندنا حاجه اسمها برامج. ده حقيقي وده اقوى كتير. وبقى داخل كل حاجة فيها، يعني لو طب حضرتك عندك مثلا باعتبار ان ده تخصصي، بتكلمي على ذكاء اصطناعي في الطب، ذكاء اصطناعي في الهندسة، ذكاء اصطناعي في الإعلام. كل مؤتمرات الإعلام دلوقتي أنا بروح أتكلم فيها على الجزء ده. صحيح، سايبر سيكيورتي وغيره، كله سايبر سيكيورتي بالظبط كده، داخل في كل حاجة. فأنا ببقى نفسي يكون اللي لسه متخرج ده، بقول له حبيبي بفكر كده، أنت كمان 20 سنة عايز تبقى فين؟ عايز تبقى بتشتغل إيه؟ وبرضه خلينا نقول يعني مع جائحة كورونا السيئة جدا، إلا إنها عرفت العالم إن الناس مش محتاجة تنزل تروح الشغل كل يوم. الناس ممكن تشتغل عن بعد وتؤدي صح بنفس الطريقة، ففتحت قدام ولادنا فرص عمل أكتر. طبعا يعني هو مش بيقدم في مصر، مش لازم بالظبط، مش بيقدم في مصر بس زي ما حضرتك عارفة، هو بيقدم في أي حتة. حضرتك بتطلعي برنامج في أي حتة. احنا شغلنا كاي تي خلاص ما رجعناش تاني نشتغل في الشركات على فكره. ابقوا علينا في البيت، لان هم لقوا انه الانتاجيه بتاعتنا في البيت اعلى. احنا شغلنا بيحتاج تركيز، ومعرفش ليه بنشتغل بالليل اكتر، في حاجه غريبه انا مش فاهماها، بس يعني دي ملحوظه على الناس بتوعنا. فبقى لما بيتيح لك انك تصحي براحتك وتنامي براحتك، هو بيعاملك
انه اعملي خطه عمل هتخلصي هتنجزي ايه في انهي وقت. وبالنسبه لصاحب راس المال يا دكتور هو انسب مليون مره، اوفر ليه كمان، اوفر قفل حاجه يعني بعد كده المرور احسن، صح، كل الحاجات اللي حضرتك محتاجها في الاماكن احسن، ولما بتوفر فلوس فانت بتوفر بعد كده السعر نفسه اللي بتنزل بيه للبرامج افضل، باعتبار ان حضرتك بتنافس في سوق عالمي دلوقتي. تمام طبعا، مش بتنافس في سوق محلي طبعا. فانا ببقى شايفاها انها تجربه ناجحه جدا، بس نفسي اولياء الامور يسيبوا الولاد يدخلوا على البرامج دي ويوجهوهم بدون اجبار. يعني يسيبوهم ينبسطوا يدخلوا حاجه هم هيستمتع وهو في الكليه، لانه ممكن يستمتع يرجع بعدها، لانه ممكن يرجع يخلص الكليه اللي اجبر عليها ومقفلها ويروح تاني، يبقى هو ضيع سنين. احنا شفنا الكلام ده كتير جدا، معظم الاجيال بتاعتنا بيبقوا واخدين حاجتين، علشان حاجه للاهل وحاجه ليه، بس بيضيع سنين حلوه من عمره طبعا. وبيضيع وقت ممكن يبدع فيه وينجح، وانا ببقى نفسي ان الناس وهي بتشتغل تستمتع طبعا. حاجه اعتقد ان احنا ممكن نكون مفتقدينها طبعا جدا يعني. طيب دكتور شايفه ازاي استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليه التعليميه؟ كنا فين وبقينا فين والمفروض نكون فين؟ كنا فين؟ كنا في تعليم تقليدي جامد جدا، وكنا لما بنطرح على الناس وقتها ان احنا نتكلم على تعليم الكتروني كان بيقابل بنوع من المقاومه، وده شيء طبيعي، الناس ما كانتش فاهماه قوي. تاني نرجع مع جائحه كورونا، انا كنت وقتها رئيس قسم في اكاديميه السادات، اضطرينا ان احنا نشتغل الكتروني عشان ما نوقفش التعليم، وانا اعتقد ان ده من وجهه نظري المتواضعه كان قرار مناسب جدا جدا. فاضطرينا نشتغل بس ما كناش جاهزين قوي. كانت في حاجه عندنا اسمها مؤشر الجاهزيه، احنا ما كناش جاهزين كبنيه تحتيه لجميع المدارس والكليات، كاساتذه متدربين، لانه مش قادره اقول لحضرتك قد ايه صعب تدرسي اونلاين وتحتفظي بانتباه اللي بيسمعك. طبعا طبعا صعبه جدا، فاحنا ما كناش جاهزين، المواد بتاعتنا ما كانتش جاهزه، لكن اعتقد ان احنا اتعلمنا والمرحله دي عدت بينا. ومع ان الاهالي كانت متخوفه جدا، يعني انا كنت في جامعه ومع ذلك كان بيجي لي اهالي، ما بالك بقى انا ما اعرفش ايه اللي حصل في المدارس، في المدارس يعني. المتلقي نفسه مش مؤهل، المتلقي كان أصلاً. هو نفسه مرعوب. طب النت مش جاهزه، طب مش عارفه الجهاز ماله، عشان كده بقول في حاجه اسمها الجاهزيه، بنيه أيوة. تحتيه وجاهزيه المواد، والاهم جاهزية الأشخاص، كل الجهات المعنية زي ما بنقول، يعني اللي بيدرس بدءا مننا إحنا، يعني أعتقد إحنا أهم عنصر كان المفروض يكون مدرب. فاشتغلنا إلكتروني وعدت الحمد لله، يعني إحنا في دول اضطرت التعليم يقف فيها، إحنا الحمد لله نشكر ربنا الحمد لله عدينا، والولاد اتخرجوا، يمكن مش بنفس الجودة بس اتعلمنا وحسننا، والولاد ما رضيوش بعد كده يرجعوا للعادي، بقى بيفضل الأونلاين، استحسنوها بالظبط، او الهايبرد المدمج، انا كنت شايفه انه حلو لانه في جزء اجتماعي، في جزء احنا كنا بنبقى مفتقدين نقعد مع الطلبه بتوعنا، يعني احنا شغلانتنا فيها حاجه حلوه، التواصل الحقيقي مش الافتراضي ده. انا بحب التواصل ده يعني كشخص طبعا. فالمهم بعديها ابتدينا لا نشوف هل الذكاء الاصطناعي يمكن يضيف، واعتقد ممكن يضيف حاجه مهمه اسمها البيرسونلايزد ليرنينج، يعني انه برضو زي ما في برامج للارشاد، في برامج احنا لما بنشتغل عليها اسمها نظم التعلم الذكيه، نفسي انها تعمم، حلم بالنسبه لي، لانه دي هتبقى كان احنا جبنا مدرس او استاذ جامعي لكل طالب، بيتعرف على شخصيته، بيتعرف على السرعه اللي هو بيفهم بيها، يدرس له بالطريقه اللي تناسبه هو بالظبط. في حاجه اسمها اسلوب تعلم او اسلوب تدريس، انا ممكن وانا بكلم مع حضرتك احنا كده فاهمين بعض كويس، ناس تانية لا لازم تمسكي ورقه وقلم وتشخبطي، وناس ثالثه لازم توريها فيديو صح، وناس رابعه لازم تقولي لها مثلا ده دوله فنلندا اشتغلت بطريقه معينه خلينا نعمل زيها. كل واحد ربنا خلقه يعني في طريقه سهله انه يتعلم بيها ويستوعب بيها، فالبرنامج ده بيتعرف على طريقه كل واحد وبيوظف المحتوى وبيقدمه بالطريقه اللي هي مناسبه للشخص، فدي بتبقى جميلة جدا. هو بيعمل البرنامج ده يا دكتور نظم تعلم ذكية، بيعمل حاجة أحلى كمان، إنه لما بنيجي نمتحن إحنا تعودنا إنه نتسأل في البيت ها جبتي كام؟ جبت كام؟ ده المهم. لما اشتغلنا مع جهات تانية بشراكات مع جامعات برة قالوا إنه مش ده المهم، ممكن أكون جبت 8 من 10، ده كان أقصى حاجة ممكن أجيبها، وآخد فيدباك، آخد تغذية راجعة
من الاستاذ بتاعي يقول لي نيفين عشان تبقي احسن المره الجايه يبقي خدي بالك من الجزء ده اللي هو علمه لنا زمان التقييم والتقويم. انه الهدف مش انا جبت 7 او انا جبت 8، لا، الهدف انا ازاي ابقى احسن. فالبرامج دي بتدي تغذيه راجعه او تغذيه عكسيه الفيدباك في ساعتها، وبالتالي الطالب بيعرف انه انت حصلت على الدرجه دي وكان ممكن تحصل. يعني احنا حتى بيقولنا بلاش ولكن، وكان صح. وكان من الممكن انك تحصل على درجه اعلى، او ان شاء الله هتحصل على درجه اعلى لو ركزت واخدت بالك مثلا بالطريقه اللي بتعبر بيها. يعني تلاقي طلبه عندنا في الشفوي لما تساليهم وانت بتدرسي في المحاضره رائعين، وكان تجيلي الورقه اتخض، هو مش عارف يعبر، هو عنده مشكله في الريتن. فلما يجي يكتب حتى لو بيكتب عربي هو مش عارف يعبر عن نفسه بالطريقه اللي هي توصل المعلومه، وبالتالي ما بياخدش الدرجه كويس. او العكس، او العكس بعض الناس، بعض الناس تخاف جامد جدا في الشفوي فكان ما تسمع لهمش حس خالص في المحاضره، وتفاجأ هو مين الطالب اللي جايب الفول مارك. كان بيحصل كده معانا. مين اللي قدر يحصل على الدرجه النهائيه في الامتحان؟ امتحاناتنا مش سهله عامه طبعا، وتلاقي حد بيرفع ايده وانت ما كنتش يعني متوقع. سمعت له صوت اصلا في السمستر كله. فازاي ان احنا نقول للناس دي لا، حضرتك محتاج تنمي المهاره دي، مهاره التواصل، وتبتدي توجهه انه عشان تبقى احسن، عشان ان شاء الله لما تتخرج ده ما يوقفكش في الانترفيو طبعا، لانه الخريج ده الجميل اللي عندك الشاطر الذكي هيروح في الانترفيو مش عارف يرد، لان هو المهاره دي ناقصه عنده. وده دورنا، يعني احنا مفروض دورنا مش بس ان انا ادخل ادي محاضره، انا مش بديل يعني لبرنامج، انا بني ادم، فلازم اتواصل مع البني ادم اللي قدامي اللي هو التقويم اللي حضرتك قلتها. التقويم والتوجيه، احنا زمان كان عندنا حاجه اسمها منتور، المعلم بتاعك، والمعلم ده كان حاجه جميله. يعني انا كان عندنا في اكاديميه السادات الله يرحمه كان دكتور سيد عبد الوهاب، كنا نروح له نقعد معاه في المكتب، المعلم بمعنى كلمه المعلم. وعلى فكره كلمته كانت بتمشي على الطلبه، فهو حد عارفك كويس وعنده وقت بيديهولك. يمكن احنا ما بقيناش بندي نفس الوقت ده للطلبه بتوعنا، انا بقول عن نفسي، ما بيديهوش يعني لابنائهم مش للطلبه. ودي حاجه احنا برضو مش حلوه. ما عشان كده حضرتك بتتكلمي عن استخدام ايجابي جدا وذكي جدا للذكاء الاصطناعي، وده اللي احنا محتاجين نعزز هيقوم بالعمليه دي طبعا. من وجوده يعني نفسنا ان هو يقوم بكده، وعلى فكره بيساعدنا احنا كمان. يعني احنا بالنسبه لنا عمليه تصحيح الامتحان دي عمليه مؤلمه طبعا، تحاوليش تتواصلي مع مدرس او استاذ جامعي في الوقت ده، صح. مش طايق نفسه يعني. فلما بتجيبي له البرامج دي بتساعدنا، بقى فيها كي ووردز معينه تسهل العمليه دي. برضو حلو ان حضرتك اشرتي للنقطه دي، هو مش مجرد الام سي كيو، مش مجرد الاختيارات والتصحيح العادي، لكن في برامج بتقدر انها تقرا باستخدام كي ووردز زي ما حضرتك لسه قايله، وتصلح حتى الاسي كويشنز، الاسئله المفتوحه، مش بنتكلم بس على الكلوزد. فده بيساعد، لا الموضوع عنده ايجابيات كتير، هي الفكره بس ان احنا نركز في استخدام الايجابيات دي. عارفه كمان الفكره ان احنا نبقى جاهزين، يعني محتاجين نشتغل اكتر مع المعلم، يبقى في برامج اكتر، لان انا اؤمن برضو دي قناعه شخصيه انه التعليم الاساسي اهم حاجه طبعا، لان احنا بيجي لنا الناس جاهزه خلاص. يعني بتتعبي جدا عشان تغيري حاجه صح، لكن في الصغير وفي مقاومه كمان للتغيير كل ما بنكبر طبعا. صحيح دكتوره نيفين، حضرتك نورتينا وشرفتينا جدا جدا، وحاجه يعني شيقه جدا الحديث مع حضرتك ومفيد جدا جدا. شكرا لك، نورتينا واسعدتينا يا حبيبتي. دكتوره نيفين مكرم لبيب، استاذ علوم الحاسب ونظم المعلومات، ونائب رئيس الجمعيه المصريه لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات. احنا بالفقره دي يبقى خلصنا الحلقه بتاعتنا النهارده، نشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.